بمناسبة بقى الأخبار الحلوة امبارح، أنت كان معاك خبر خاص بمحمد الشناوي. النهاردة بقى هنقول للاعب آخر في النادي الأهلي عندنا، محمد هاني لاعب الأهلي طبعا، بالفوز بجائزة أفضل ظهير أيمن في الدوري المصري بالموسم الماضي. وده زي ما كنت بقول امبارح وكريم، ده استفتاء جماهيري يعني، ولسه مستمرة فيه رابطة الأندية المحترفة في تصويت الجمهور، 100% تصويت جماهيري. ويعني قالت تحديدا كده الرابطة عبر حسابها على الموقع التواصل تويتر تحديدا، يعني تصويت الجماهير يحسمها، محمد هاني هو افضل ظهير ايمن هذا الموسم في الدوري المصري. يعني اداء استثنائي فعلا قدمه محمد هاني، وكل اللعيبه يستحقوا هذا الفوز ويستحقوا هذا التتويج ويستحقوا مزيد كمان من يعني الالقاب اللي بتشرف كل حد فينا بصراحه، يعني بينتمي للنادي الاهلي، ان انت تقريبا كل الجوائز بتروح للنادي الاهلي الحمد لله. انا بتكلم بجد، مش بنجامل نفسنا يعني، انا بقول واقع. لما نيجي نتكلم عن عدد بطولات، عن جوائز او عن غيره، كلها حاجات على ارض الواقع موجوده، فلازم نكون سعداء بده اكيد. هي دي بقى ايه كواليتي لعيبه النادي الاهلي يا حضرات، يعني لما بنبص على كل مركز على حده ونشوف مين اللي بيحصل على جائزه افضل لاعب في المركز الفلاني او العلاني ويطلع من النادي الاهلي، فيعني حاجه عظيمه جدا الحقيقه.